تاريخ كامل، الحي راح، حقبة كاملة راحت. شي ببكي، شي ببكي. أكبر صانع اليوم ما بيقدر يعمل غرفة من اللي راحي. خبرون قالوا له هلا نحن ما بنقدر نجي لانه معنا مضخات ماء. يعني لو مسبين شويه كان ممكن هالشيء ما حصل، لكن تقدير رب العالمين هيك رب العالمين رايد. الاماكن الاثريه حرام تدسر، حرام تروح، تاريخ كامل عم يندسر. يوم حزين فعلا. امبارح تقريبا على الساعه 2:30 صحينا على صوت عياط وزلاويط وهالشغلات. فاجئنا انه انا طلعت لفوق ام لقيت النار عم تطلع من الشباك. نزلنا لتحت طلعنا لقينا حريق، حاولنا نطفي بشتى الوسائل ما حسنا نطفي. ركضنا يعني نحن الجيران باتجاه الحريق، يعني منظر يمكن انا اقصى المناظر اللي شفته بحياتي بالشام. يعني المساحه أكثر من 1000 متر، 2000 متر، 3000 متر، كلياتها شاعلة، بيوت عربية عم تحترق. جاني تليفون من أحد الجيران هون إنه البيت عم يحترق والمستودع تبعك كمان طالع منه النار من الشبابيك. رحنا طلبنا الأطفائية. الأطفائية لبين ما وصلت كانت النار طالعة، ما عاد حسني سيطر عليها. هذا اللي نحن شفناه. ومن الساعة 2 نحن لهلا والله العظيم لحد الآن ما فتنا على بيتنا. منعونا من الدخول، لحتى منعونا من الدخول من تم الحارة، وقف الدوريات برا ما حدا بيفوت، وبلش انهار البيت سقف ورا سقف ورا سقف حتى انهار بشكل كامل. كله تضرر، كله ما في يعني لا سكن ولا مستودع ولا ورشة ولا شيء أبدا. في منه مستودعات، في منه ورش، وفي منه سكن، والكل تضرر أبدا. هلا السكن لأنه الطوابق العلوية عندك علم، الطوابق العلوية كلها نزلت، معناتها ما في سكن أبدا أبدا، كله راح. والورش اللي تحت باعتبار الانهار اللي من فوق وين نزل، اجى على الورش التحتانية برضه انهارت الورش التحتانية، كمان راحت الورش كلها بما فيها يعني موجوداتها. عارف اليوم شي غالي، ما في شي رخيص اليوم، يعني ما يقارب تقريبا شي 20 بيت تقريبا، يعني 20-15 ما بعرف العدد انا كما يجي، لانه كمان لفت النار كلها من الحاره من ورا من عند جامع النوفره وهيك عند المتحف، وهدول البيوت العربيه والمحلات كلها احترقت. ولحد الان نحن ما عم نخلي حدا يفوت نحن على المحلات كمان مشان ما حدا تعرف انت ما يعني محل مو محلك ولا حارتك، شو جابك لهون ايش تساوي؟ وشو هالبيوت اللي عم تحترق؟ يعني هذا تاريخ ساروجا، تاريخ ساروجا، يعني الحي اللي ازدهر بالقرن 18 اللي كان اسمه الحي اسطنبول الصغرى، الحي اللي فيه حمامات، في اوابد تاريخيه، في مساجد، في زخارف، يعني الزخارف البيوت اللي احترقت. هلا خلينا نقول على بيت اللي بدا منه الحريق، بيت عبد الرحمن باشا أمير الحج الدمشقي، يعني من أرقى المناصب، أمير الحج الدمشقي، على مسافة 3000 متر غرف كاملة، زخارف عربية، زخارف عجمية ملونة، أقواس، بحيرات، شيء لا يوصف بالخيال. هذا كله راح، كله اندثر، يعني تاريخ كامل الحي راح، حقبة كاملة راحت. خلصنا من هذا البيت، بيت خالد بيك العظم، خالد بيك العظم من أعيان دمشق، كمان بيت 3132 متر، كمان البيت فيه بحيرات، فيه زخارف لا توصف، قاعات شرقية، قاعات دمشقية. الحمد لله بيت خالد العظم ما انحرق كله، لأنه عنا نحن من البيوت الدمشقية عنا قسمين، قسم الحرملك وقسم السرملك. الحرملك هي للحريم اللي كان يعدوا فيها النساء، تتألف من عدة قاعات، وقسم السرملك هي للاستقبال، سلام، من كلمة سلام سرملك. فقسم الحرملك احترق قسم منه واللي فيه بيت الوثائق التاريخية. نحمد الله بهمة يعني
الدفاع المدني والإطفاء وبهمة أهل الحي أنه قدرنا نطوق المركز وصار تبريد على غرفة الوسائق لحتى ما انحرقت الغرفة هاي، لأنه انحرقت كانت مصيبة كبرى بحق التاريخ البشري. سألنا أحد الجيران شو السبب، قال والله من مبارح الساعة 2 ليلاً بالليل شب الحريق، وخبروا في عنا أطفائية ضمن المنطقة هون بالحارة، خبرون قالوا له هلأ نحن ما بنقدر نجي لأنه معنا مضخات ماء. عملوا واجبهم جماعة، ما قصروا بنوب والله، شي 15 أطفائية اللي صاروا هون تقريباً عنا ما قصروا، بس إيتا كانوا متأخرين شوية. بيتي راح يعني، قعدنا عند عمي يعني لو بيت صغير بس معلش بدنا ندبر حالنا شو بدنا نساوي، ما في حل تاني. أغلبية الناس هيك ساوت يعني، ما في حل تاني، شو ممكن تعمل يعني؟ هي كانت مقاوية بهالبيت وراح البيت. وللأسف للأسف يعني نحكي كريمة يعني، أنه هذا البيت قبل ما ينحرق ما كان بحالته الجيدة، كان عاملينه ورشات أحذية. معقولة أنا بيت بهذا الجمال بهذا القيمة التاريخية والتراثية لسوريا بشكل عام وللإرث العالمي الثقافي التاريخي، معقولة يكون عامله ورشات للأحذية؟ معقولة يكون في حاطط مواد قابلة للاشتعال؟ هذا الشيء اللي بيحرق القلب. ونحن نأمل هيك، نأمل أنه يصير حفاظ على الأماكن الأثرية. حرام تندسر، حرام تروح، تاريخ كامل عم يندسر. يوم حزين فعلا. نرجو من الله اللطف، ما عندنا غير هيك نقول.